حياكم الله مشاهدين الكرام، وهذا موجز الأخبار من قناة صلاح الدين الفضائية. زار محافظ صلاح الدين بدر الفحل قضاء بلد، وكان في استقباله عضو مجلس النواب السيد محمد كريم البلداوي وجمع من المسؤولين وشيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين الفعاليات الاجتماعية وتمتين وأواصر التفاهم للارتقاء بالواقع الخدمي. افتتح الصيدلاني خالد برهان المخول بصلاحيات المدير العام لدائرة صحة صلاح الدين والشيخ محمد حسن العطية نائب رئيس مجلس المحافظة مركز صحي البطعم الرئيسي، حيث أشاد العطية بالجهود المبذولة من قبل إدارة الدائرة في افتتاح المؤسسات الصحية وتجهيزها بكل أنواع العلاجات والمستلزمات الطبية. قرر مجلس الوزراء اعتماد توقيتات جديدة لبدء وانتهاء الدوام الرسمي في الوزارات والهيئات المستقلة والجامعات بعد عطلة عيد الفطر للحد من الزخم المروري في العاصمة بغداد. وتقرر أيضا رفع أسعار البنزين المحسن إلى 850 دينارا بدءا من أيار المقبل. أكد خبراء أمنيون من جهات صنع القرار الاستخباري في العراق تنفيذ حملة تدقيق واسعة وبصفحات متعددة للعمال الأجانب غير الشرعيين لمنع تحويلهم إلى قنابل موقوتة متحركة بمختلف الاتجاهات والمناطق، خاصة مع تعدد الجنسيات وجهات التأثير أو حتى التمويل ومغريات الإرهاب. أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن سحب القوات الأجنبية من العراق يحتاج إلى فترة زمنية ومعرفة كيفية الانسحاب ونوعية القوات المنسحبة، وسيكون على جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء المقبلة إلى الولايات المتحدة. أخيرا، حيث قررت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إيقاف نقل النفوس في عموم محافظات العراق لأمور تنظيمية تخص التعداد السكاني. الموجز انتهى، ملتقانا على رأس الساعة، إلى اللقاء.